محضر رحايب. اي والله ده نايم عن صحيح ابو نادر، ما بدي فيقه وزعله. هلا زفاه بيزعل منه، ما بدي ربي هذا وقت لابني الماي يخلى احسن. اسحام سيدي ولا شو عم تسوي عندي بالصبح هون؟ ما انا سيدي ما انا لكمين انا بس ما انا يعني ما بعرف. لك شو ما بتعرف شو ما بتعرف؟ ليش داخل لعندي بدون استئذان ولا استئذان؟ ايه سيدي شو استئذان ما استئذان؟ علي ما علي ما قصدي، بس قلت حالي بجي بخلي الحكومه هي تسمي لنا الولد احسن ما نسمي لنا اسم، يعني ما يعجب الحكومه. قوم نضيع لعني لهالصغير ما ذنبه. رحمة اذا كان صحي ولا عملت لي كل هالفوضى مشان هيك شغله؟ خلص سيدي لا تعذب بطنتك ونفسيتك غير مره. لا ما غير مره، دخول حمام وعم تطلعوا ولا عود اشوف. سيدي شو عملنا؟ عود اشوف. امر الحكومه، امر الحكومه عود. حسيان ليش حسام سيدي؟ خلاص ولا لك حسيان؟ ليش حسام؟ شو بدك شو بدك لو سيدي؟ شو بدي؟ ولا ما سمعت هالزيطه والزنبليطه اللي عملها الحيوان؟ هاي سمعت كيف ما سمعت، بس بصراحه فكرت بمنامي. لانه نومك مثل نوم الدب. اسمعوا لا بتاخذوا لجوا بتضل بتنزل فهني قتل بتنزل فهني قتل لحتى يلي شيء اسم لابنه. ها الله يخلينا هيك الحكومه يا ابو نادر، بضل في راسك عم تخدمنا لانه الحكومه دائما في خدمه الشعب. بقي تعال حاضر حواضر امرك اوامر تفضلوا. يعطيكم العافيه. عرفت تفضلوا. وحيات اختي حظك من السما ولا اسعار. تسلم لي ان شاء الله عبالك يا حسان. ولا ولا الولد ولا شباك في اغلب الولد غير ولد الولد. لك مين جاب سيره الولد يا عم الله؟ حظك حلو لاني ما نايم غير ساعتين تعبان ما لي مرور ارفعك فلقه. وحظك احلى من الحلو انه مبارح سافوا لابن الفاروسي 4 دوتريكس، يعني مبسوط كثير. يلا حليق. مبروك ان شاء الله، بس الولد ما سمينا احنا الولد. لك ريتك تلحص تو هالولد الي عنا. فهمت عليك فهمت عليك لكن الي حاضر بعيونك ما يشوفك.